قد يقابل الكثير من الناس المقبلين على عملية الشراء، وهو أنا أوريدي اشتريت، أنا أوريدي حطيت أوفر ودفعت الديبوزيت الخاص بالديل بتاعتي للبيت اللي أنا اهتميت بشرائه، هل ممكن أرجع عن هذا الأوفر ولا لأ؟ وإيه هي المشكلات اللي قد تواجهني في حين اتخاذ هذا القرار؟ أو إيه هي عواقب اتخاذ هذا القرار؟ مرحبا بكم، معكم سهى هاشم، لايسنس باراليجال from SFK Law Firm for Real Estate and Civil Litigation. طبعا بالنسبة للأوفر أيضا، يعني أنت تخلي ببالك من تجي يعني تسوي الأوفر وتسحب نفسك، لا تعتقد أكو أنه أنت بس تخسر الداون بايمنت اللي خليتها، لا، أكو خسائر ثانية، لأنه سببت خسائر للطرف الثاني من ناحية أنه هو فقد أوفرات بنفس الوقت اللي كان أنت قدمت الأوفر، فقد أيضا هو الداون بايمنت، قد يكون هو دفع داون بايمنت ديبوزيت إلى بروبرتي ثانية حتى يأخذها بنفس الوقت، هذه أيضا راح يضطر أنه يفقدها، خسائر كثيرة يعني قد تتبدد إلى هذه كلها، تكون انت صاحب الأوفر اللي سحبت نفسك بدون سبب، اوكي، وبعد ما فات الديدلاين، فهذه كلها انت تتحملها. ولهذا يعني عند عمل الأوفر لازم تكون متأكد من نفسك، قد تحتاج انه تسوي اللي هو سنجي النقطة الثانية الترم اللي بالأجريمنت اللي هو الكونديشن، تحط الكونديشن انه انت في حالة ماخذ الأبروفال مال المورجج، فانت يعني عندك هذا ماشي عندك، فهذا ايضا راح يساعدك في حالة انه اكو اي ديفكت، هذا الديفكت فانت ما ممكن يعني تستمر بالصفقة، اكو كونديشن انت تقدر تحطها حتى تحمي نفسك. وكونديشن ايضا عندما تقدم الاوفر قبل ما توصل لمرحلة الاكسبتنس، ولهذا يعني احيانا متابعة مع اللوير يكون يخفف لك يعني هواية ريسك مستقبلا اذا صار